قال محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي أن عدد المشروعات بالمحافظة يبلغ 347 مشروعا بإجمالي تكلفة تصل إلى 13 مليار جنيه. وأوضح عشماوي على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي أن ميزانية التعليم بلغت حوالي مليار جنيه، فضلا عن المشروعات الأخرى بمحطات المياه وشبكات الطرق. المحافظة كان لها نصيب كبير جدا، أنا بكمل الدور اللي سبقني فيه المحافظين السابقين. إحنا بنفتتح تقريبا 347 مشروع بتكلفة تقريبا وصلت ل 13 مليار جنيه. مثلا لو تعرضت البند واحد التربية والتعليم، إحنا بنفتتح 50 مدرسة وبنضع حجر 25 مدرسة، وبنتفقد 50 مدرسة وبنضع حجر أساس في حدود 90 مدرسة، ما يقرب من 175 مدرسة هذا العام ما بين افتتاح وتفقد ووضع حجر أساس. يعني تقريبا دخلنا في مليار جنيه التربية والتعليم بس. أنا كنت امبارح بمر على محطة بضع حجر أساس لمحطة مية شرب في كفر شكر، تكلفتها 200 مليون جنيه. بتفقد مستشفى أيضا في كفر شكر تكلفتها 400 مليون جنيه. عندنا طريق شبرا بنها، وده صرح من صروح الطرق واللي هم المشروع القومي لسيادة الرئيس اللي وصل ل 4000 كيلو. عندنا محور تكلف في حدود 3 مليار ونص تكلفة تشغيله أو تكلفة بناؤه، بالإضافة لمليار ونص النزع الملكية.